أعلنت مجموعة NBC اليوم أنه تحدد أن يفتتح يوم 16 من هذا الشهر مبنى NBC النرجس للأعمال العالمية. وقالت القناة في بيان لها إن المجموعة ستبدأ افتتاحها للمبنى الجديد الذي صمم وفق أعلى المعايير العالمية لتسجيل البرامج العالمية والأفلام. وستبدأ القناة ببث النسخة العالمية من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع الذي يترأس لجنة التحكيم فيه هذا العام ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف من الاستوديو يوم افتتاحه أي في 16 من أكتوبر الجاري. كما سوف تستكمل القناة أو تستكمل القناة مبانيها الجديدة واستديوهاتها بجوار مبنىها الجديد، كما تملك الشبكة 3 مبان في الرياض تضم استديوهات و9000 من الموظفين، فيما تستعد لافتتاح المبنى الرابع قريبا. كل ذلك ضمن خطة وليد الإبراهيم رئيس مجلس إدارتها للتقدم واحتلال المجموعة مراكز متقدمة ضمن أهم المجموعات الإعلامية العالمية، حيث أنشأت المجموعة استوديو NBC للإنتاج العالمي، إضافة إلى تطوير منصة شاهد والذي وفق آخر الاستطلاعات يعد الأول ضمن منصات عالمية في المملكة وأيضا في عدة بلدان عربية. وتضم المجموعة قنوات رياضية وفنية وثقافية وأفلام ودراما، كما يتبع المجموعة شبكة العربية الإخبارية التي يرأس مجلس إدارتها وليد الإبراهيم، وتملك قناتين إخباريتين وعدة مواقع بلغات مختلفة إلى جانب قناة اقتصادية وقناة إنجليزية استقطبت أشهر مذيعي العالم مؤخرا، بالإضافة إلى أنها تملك عدة إذاعات غنائية إلى جانب إذاعتين إنجليزيتين وإذاعة إخبارية تابعة لشبكة العربية. حلوة، حلوة، واستقبلنا منها حلوة أوي أوي أوي.